وأنا ما إنشأي ذاتك أصابتن إيه أنا صوره أبغى نيجو مناهين حتى أنا بحاني كمان إنشأي ذات بعض كلام ما له رأي أرنتاسوي ما له رأي وابك جوا أبغى نمهر نه أرنتاسوي قلده وهر أرنت الصومالي دغنك الصومالي عرف عرفك الصومالي ما يك آمجن ورابك ما آمجن قول كلام الحل والإباحة إنه صورابه حلالي وأنا بناوي وهو قول أكثر العلماء قول العلماء بذي قبان وهاي وبه قال الشافعي ومالك وأحمد سيد إمام الشافع إمام مالك إمام أحمد قبان وهاي ومعظم المذاهب ساسا قبان إنه حلالي ورابق والأقاردي والآمي نعم مير قلت أكلها وأبآمي قال مير نعم قال قلت أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بوركاسي قال نعم مير هرت حديثكم بويا علوا أنا صحيح دو كلميان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام إن شاء الله تبارك وتعالى ما انتهى جيدي فذي كلمة قابا أو كسابسا هلبك ورابك حلالا من صحارهم أسبوعي هرى مر السؤال أو برشيد هنور سدان يجاكو جو ابني ما يشاكني هلبك ورابك أنت حلالي لكن تتبضن ولا على يا أهل داس سؤالك شئني وأصحابتنا إيه هلا علماء قاركم مذا لعنت السجارة إن هذا لي ما له رأي مسألة داس ما يسنتهر هنا مجار لكن أنت ما له رأي صفحة جوابه إنك هلاني يا مجار تتبضن إذا استغراب سن إذا غريب سن تتبضن كلام ما له رأي أهل داس ما له رأي وابك جواب إنه ما هرناها أهل داس قلده وهر من أصل هيرن ورابك إنه سهران يا أصل هيرن مرك ما يعمل أي ورك أن جوابته النبي إن قابنا هيتة كهالة جيك ما يفضل جواب وافر إن النبي جواب كامل لما يستنى النبي يفضل دي لاير وأنا ما إنشأي ذاتك أصابتن إن أنا صور أبغى نعوم مناهين حتى أنا بحاني كمان إنشأي ama amas adunyiga amas milli inta goor hor maan waan wabal faaliye kutubada dibiga wal faaliyana dadka meegelka sabirshay naqadan haa in roonyo dhare ma hoori iyo amraad farabadana culmaa dib ma idaayna in hilibshay roonyo sheega baroorada isu wal amaan laanki ama meel raay wala iska araga walaas ha bahato laakiin an eedan ama adunyiga amas milli horna adunyiga ka aan haa tubadin ay aanto milli لكن حكم الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية ما يكون قبت ما يلم يمكن أن تأشو أنا يبقى أسبوع هوري حلاله ورابع سجي حلاله هلبشي حلاله سغاري لميدي جيري لميدي بعيدة لميدي بكيلاغ لميدي شنو قرأ الشيخنا مركا مسألة ميلة تعالى ما يبواها هرت الصومالية دغنك الصومالية عرف عرفك الصومالية ما يك آمجن ورابك ما آمجن وانا هذه دتك عوكاي هذا يهلكين ها آمجرنا ما له راي ما له كيا بين هذا لبسته أو هذا انفضنا له كيا ما يسوونا ها ما يسوونا عيون عباسين رضي الله تعالى عنهما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبة يلهرين رسولك جانوا اسكله يلهر وان هوري سلك عامي عمر خضام بري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرب الضب جانوا محارم بان ولكنه قذره انا لبسدي مجيلا ولو كان عندي لأكلت وير عمر هو أنا بعلي ألفن أما فذير ما يكلا للشيء جاي عباس وريو دخلت أنا وخالد وليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة أن خالد وليد أنا رسول الله جاني يقولي ميمونة قالني ما ينشاني بضب محنود قالوا دبن الصلاة قال ينشاني فقيل هو ضب يا رسول الله قاعد سكرم قاضي قالوا بولر خالد ما يري أحرام هو يا رسول الله
رسول الله ما يهارنا قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي قومك مكة أمريكا مجرنا فأجدني عافة ما يفضينا سوله رؤر خالد مهري فاجتررت هجيذي فأكلت آمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرني أما فأكلت آمي ورسول الله ينظر يقول رسولك في رياو أمير متفق عليه حديث البخاري مسلم علماء كلاهوريدين ومن هنا مركي جانو كان تصارن عن قاد جانو كان حتى نبغى معانه خالد نهرتيسا كآمي دات كان والوالي المهدين ملاي لنا عامنا هدين إيه لنا كهذا لبسا لو قرون سه هدين ملاي بل مهديني دات بلنا ون إهل كأنا جيك نولان دوره تماما شنبر كلا سلاف طبيعي له ولاس طبيعه لكن ما حكم الشريعة الشريعة ما يوقف طبله أسبوع حرم شيء القواعد التي يعرف بها ما يحل وما يحرم من اللحوم قواعد لك كسو والله ولا حلال ولا حرام هلبك هجي يا شيخ قواعد أسين كنغلة ما يقدري دينت إسلامك عبادة معاملك كومنت والعبادة توقيفي وهي لن نخرج إلهي ميك عابده ووحي منزل من عند الله هو إذن أن بعض إلهي رسول شيء إذن ما الشرط ولكن إذن بابك كوهيرني ولكن إذن إلهي كعابده هذا سلاسوا الأمرك أو تقول لك رواما قدار كورت سلاسوا أمرك ينفسها إلى أمرك أو تقول دور أفر لكن شرعي صونك بلو لكن شرعي كان واجبك حجك مكي كان صحيح بور إيليو بور هي بيو ميلا راي نيروبيو قاهرة إيو بلاد الشام يو مكان صحيح مكان إلى إنك تلقل ولا يضوف بالبيت العتيق إلى ركان صحيح وقت أن صحيح في زمن معين ومكان معين وأحكام مخصوص يكان صحيح أو إنك دي ذو إلهي رسول رسولك اللي قديه ذا إلهي نجدي أما ولا باب العبادات هاي باب المعاملات والمهم هنا الأشياء الأصل في الأشياء الإباحة أصل ولا الشيء لحوم تهلككم ذي أصل بناوي إلا ما هنا ما هنا شرع ولا شرع غريب معي حتى دوبنا هذا كمرن سجارة حلال مس حرام هذا كمرن لانكو كان نهر حلال وير لانكو نحرام وير اي دليل كفده لانكو حرام وير دليل كفده ما لي الاصل في الاشياء شيء هو عباده ما هين بناوي لي الا ولا شرعي كوريبه ما الاصل في الاشياء العباده حتى مركون لانكي يعني ورابي حتى اسكايسن حلال وحرام هو بلر لانكي حرام وير دليل كفده سازتان ما شيغان دليل جي شيغان هو إله ربي إذن الله تبارك وتعالى مرقان مسائل كسي قد قال أنت مسائل قد قال الضبع ما إله ورابقة أما الرواية لغة عربية ما إله الضبع إله أما الضبع الضبع أما الضبع بعض الرحيب أما اللقض الضبع لا أما لث لقضة لقضة الضبع لا الضبع ورابلا كسه وير الأروير دويل الرئيو وير ورابل الرئيو وير بولل الرئيو هذا اللي انتك الشيغة هيت ما والعربتك ورقبت ما لغة عربية يا تشريعية السلام كتاب إلهيها كدقي سنو رسولك نجيها كدقتي أصحاب رسولي لغة عربية كهذا لاين فقهاء الأمة تنا لغة عربية لكذا مرقى لغة عربية كشالبانا ماي وير دوي وير بول وير وراب حرف وضي ميل راي غرا ام بيوسي دوغانا ما كشل بان ما كشل بان الضبع عرمين كساس وراب قال ديل كان كساس ودي قال ريبين كساس حتى بو ذا الحين سعد دون انك الى هذا لهاي جزيره العرب حروين ميل راي بك بروغ
جيبتون كذا ذر الضبع قرن هون سيطان كان لين كسادس ماي وير من كسادس مركا الضبع هوب لهنا ورابي لك جيد ورابن كان ونك سانو قال الدلا لو الدلا لك جيد ما وير ما يكجيد هوب اتانا ون الى فلشي ارض الجزيره بس هينبه عرطب انسان مكي مدينه سين dad ka roogano muqlisiinta culimada bal sheekaysin adabu ila waagi na maxmad noolay ila hadda waraabo gaal dilalanka se ma weerka ma ero weer hobal faas magaji weydii kalima arabiga kale weydii alimaam dumayri kitabji hayatul haywaanka saw meelo ku raasi hal shay dood ma gajart shay kasta oo natay hal magal le qiibay in la leeyshay kam kale unaad irinka dhagadaane irin guriga nooco irinkaas irinka laga raa boqol ku sheenow ko ku irin boolo wana irin arbeed irin leeyay doora fartun gabeelo shay kasta markii waraabo leena in ko wiin ko yar weer ku had kullu mail iskaray may jamee magaga la raa adabu la raa jamee inda arab bal mail ku yaabe weer ku anta shaadina wadama arto rogna suurta gal naga korta saata sagaar bani rom ghazala rogda markaana ana culimada suuudiga aan waraysadeen oo Soomaali ku aan waraysadeen sagaar maab qanoon ah jidda arab sagaar maab qanoon ah ghazali qanoon ah markuma ilo kaaba weerka aad sheegay si kan garaaga ama in jasiirada arab roogna bal ku yaab inkas oo aanatan giraan markii mowduucaas iska faahfaahin ku bacda ahlul ilmiga wala isku yareen mowduucan min al ulamaa man qala bi tahriimi dad ay jiraan culimada dad haaran way jiraan بلا دليل لك اما الدليل كي يقصد اختصاصي انفهم مثلا هذون قادنا قول التحريم هذا قادنا هو قول الحنفيه حنفيه قبتل وما يدري زين حديث كي ابي ثعلبه الخشني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عمير ربي عن اكل كل ذي ناب من السبع رواه مسلم رسول عمير ربي إن الأم والكست أميد أن صاحب الدقاق دكم إذا عن كل ذي ناب من السبع ساسو قال حديث كان حديث كان إمام مسلم وبري دوما كجر حديث خزيمة ابن جز رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع ورسله فقال ما يري أو يأكل الضبع أحد ورابع ما يلنغا آمي waraab la ama jare ya rasuulku warsaday hatan ma warsay adib ay duurto wala amay dib ay duur la ay duurto wala amay faqaal mar awaya kul dib wa hadun fihi khair lan khair la oo khair adinya aakhira fadaw yay duur amay almam tirmidhi hadith kaas hadith kan bi ijma'i turuqihi hadith da'ifa wa in lid dalisa ma ansas culimada iska raacsiin إمام ترمذي نفسه ما أري ليس إسناده بالقوي قوي ما أري سأقول ما ضعيف فيه الإمام محمد الزين الألباني كتاب يلعرو ضعيف ترمذي مرق حديث كاس في سنده ما يكجر لان متروك أي كجر ما دام لان متروك سنده كجر حديث كاس ما يقعد ذكره الإمام ابن قدامة الحنبلي نفسه يدعي ما أري حديث كان أو كان marka ku hadlaya meeray wama yaakul dab ay waraaba aamay nabaga su'aal aan warsay leeyay hadiidka nooca samayga jareen abdulkariim al-mukhariq lan rahajar hadiidkaas ma arin matruuq wala kaas matruuq waaye lan warshi wal ku ansaaw mallawar may kala eray ha ibn qudama wa in dab qad qila inna laysa laha naab dadka qaar ma arin naab mid awl mirjas mallawar يلكلي لي ماي marka masalan kale hanaga doona oo hanaga doona marka aan si weeda qolka lamaad al hil wal ibaha inus waraaba xalaali waan binaawi wa huwa qawlu akthar al ulamaa qolka culimada badigaban waay wa bihi qala shafi'i wa malik wa ahmad sidii imam shafi' imam malik imam ahmad qaban wa muadum al madahib saasa qaban inus xalaali عبد الرزاق بن همام السنعاني يما يكوي ما يوري بحديث عن طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وابي هريره وسعد بن وقاص وابي سعيد الخدري
أنت أصحابنا وقبان إنه سهلالين علني ضالب قبا ابن عمر قبا ابن عباس قبا جابر أبي هريرة سعد الوقاص أبي سعيد الخدري وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية لا بد لا يراد أن كوين أبو حنيفة لما وذات وسمدها بكون كتابي ولا يروا القاضي أبو يوسف لا يروا القاضي أبو يوسف لان قال يروا إيه محمد بن حسن الشيباني والله ماذا مرقمين معاصر لينا الإمام الشافعي ونكين بدنا مرمن يو شباب مشاف مسائل ما يصلح زين تصدر هذه مذهب كث سلوثين يكو تنازلين قال إحنا ما قال مرق الله بس وده أنا تي يعني أئمة الشافعي أهم حناف حناف قبل كذا ساس ما يقبل كتاب قال يروا الأم للشافعي أقدام يلا لقد اردت ان اكون مذهب كان مذهب ابو حني ابو شيء مذهب كان مذهب الشافعي واي تقريبا صومالي هات مدافع بول سنه تقريبا يا ميتها شافعي اتى صومالي شافعي نمدي الامام باجوري سيها قبل اوضاس في عصر باجوري لانكون لحي شمدود شعب سلاني شاقي شيء ما حد يقول هتوقع بروج ولا ورسالة كورة أبو بكر المحضار لان كل أهروا يسومالي الشيء يعني الهري مذهب كان عن طريق اليمن وعن طريق مصر البحر وقال لي أبو بكر محضار إمام باجوري لان كون لحيه يا شيخ أبو بكر محضار ما علم قاسي وقاعد ذيها إلهي لما أنت الرحمة الواسعة سيئة لأنك الأرو محيدين معلم مكرم وكدوغن ورشيخ محيدين معلم مكرم رجي شيخ محمد شيخ محيدين لأنك النووي يرو صومالي لأنك بات حلو هذا لأنك سي تقول أكبر ما يكون ماذا عليك رحمة الله الواسعة شيخ الأرو أو شيخ مال إساك أو شيخ مال إساك إذن ياكم دادك علمها كبار ذي علمها كبار مركون هرت مذهب كهر صومالي ذا حنفين هاي سنة لهذا لكن تقريبا مدة تدور بغل سنة ولي دير تب لما بغل هذا سيد بغل هذا توي مذهب كح شافعي ذا هاي وهو أحوط المذاهب مذهب إذن قيمة بدن حقيقة أن ما له رأي لهني برباري مركون شيخ كتاب كي إنك هري ما له رأي أو شيخ قري الأم يلا الأمية ما يكتال إن ورابح على عليك تال كتاب شيخ قري شيخ شافع عندك قري الأم كفيري مجلد اللبات لما بقول طلباتن إلا ما الإمام ابن حزم الظاهري كتاب جي محلل أرى مجلد طلبات أفر بقول تميقو كفيري ما يدلي سينا بما جاء عن ابن أبي عمار قال مهر نعمان قلت لجابر من غري الضبع السيد من هي ورابق والأغاردي قال مهر نعم ها قلت ماري أكلها آمي قال نعم قال ماري قلت ماري أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي بورك هذا الشيء جابر بن عبد الله ماري نعمها رسول إلهي رير رواه الترمذي وصحاب الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل كتاب الله رأى لك صحيح والي حديث كان مرمون كتبه ضمك يا لبا وما يكلا أنك جوا بنا أن تحريم كل ذي ناب من السباع بجوابين شيء كستو يتكدق على مسد دقاقة حرام بلا رأي ما يلينك جواب ورابك والحق رابي استثنائي هذا الأرى مسألة مركز شرع أرى استثنائي هذا جرت مثلا هذا دمير حلالة هذا جرت كل جي ولا ما جربه يوم خيبرة يوم ما يلحرمه نكاح الأرجع نكاح متعقة نكاح يكون ملقارك هلب دمير دمير دادتك يوم خيبرة لحرمي دمر فرق ويلي حلالوس وس حلال ما دي باقي كي لكن كان ولا قدام دمر دايت كله رو ولا حرم لما دمر لا شر أي مرة جايته دمر فرق حلالو دمر دايت كنا حرام ما يكلا جرته أشياء فرض شيء استثنائيات لا هنا ملدة شيء استثنائيات أو والله عنك رهيب نبى بملب بدل هات مزج برورة يتلوك تعال ما يسقى هذا كله لكن باب العرايب باب لهرا لك بناي ولا كرهب استثنائيات وإنك تضرورة تاتن استثنائي لهم كرهب
مسائل فرب بدن مستثنيات لوجهت مثلا هات زكيه ملسيه انما صدقات للفقراء والمساكين على سمي كان بني هاشم بني مطلب ولا قرابي ما ام قران اوصاخ الناس و لا تحل لبني هاشم وبني مطلب كل ذي ناب من السباع والكست اميد دغاغه حارمو ورابغ لا قرابي ولا قرابيس كيو مايكل ارنا ورابغ صدقاك ما دوغاك ما لوك فداي دي نابك دي نابك ما لوك فداي الا هرنا علمده ان دونتو ديق ديغو لفدا سدي ليبيك ويلاو شبيلك ويلاو مقدو ويلاس دوغو ديغي هليبك ان ديق مهم هذا لفدا لكن ورابا الكلي هيرن ما ميت او تابو دونلو او مله نافك ما لوك دير لاي وبسد ما لوك ابا هيتا نافك او نول كلا برام يا دي كورتيران لكن وركازم حكوبه ايغو قول النبي يالا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ايغو يالا هرت دو كلمه باه لكن ورك سي قن عين فان ما ان لما شرط لها ان ميد لها ان دوغاك هذا سد ليبيك ذي ايبي وحابه له رو يعني امريكا نمرغا فهديغا waraabaga may buu aha dugaag daso sifadaas dhig waraabasna ma dugaag dhun goobadaasna ma waler labadan jawaab ma haguri al-hadan hajar asqalani al-hadan hajar ma kumida min kibar a'imati shafi'iyya fi 'asri kumida kitab ji fathul bari ka sheegi mujallad 960 iyo 8 safada qolka soo in waraabaga halaliin may gaadeen lajnatu daaimar al-iftaa lajnada daaimka ya يا دورة يا لرى مركان هكوبا وحيابها ورابك حلال وحرام مركان لك مرمو إن حلالي ما يبغون مثلا هارولي ما يندل لها كو ما يندل لها الضبع سيد حديثك صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله بمنزلة السيد جوال وقارها ما يرى الشيء وهلب جي حلال وقارها حديث بانو وقار حديث جابر هتا مران يوكم ده او هاي قلت لجابر الضبع سيد هي جابر سيد ورابق والوقار ده والآمي نعم مير قلت أكلها وابا آمي قال مير نعم قال قلت أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يبور كاسي قال نعم مير horta hadiiskum boo yaalo waa saxii do kelmiyaal doog lamaad qowl shaafici rahimahullahu ta'ala annama hurima min as-sibaa'i huwa alladhi ya'du 'ala an-naasi wa hiya al-asadu wa adh-dhi'abu wa an-numuru amma ad-dab'u mare faqad kana yubaa'u fi makkah wa rabaq hilibshi makkah laga jaleer kawaanji may kiyaalay iyo nabaga banoola yabina safa wal marwa kiyaalay الأم اللي شافها هيك وفيري صدقوا ضبو إن رسولك حديث صحيح كده حديث جابر إن الإمام الشافعي ما كجر أهريم إلى أهريم واب ما صفي ما رجلك قضايا وسيرا إن يمد إسلامك المالكية والشافعية والحنبلية وقول أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم وقول الإمام محمد الحسن الشيباني من الحنفية إيو مذاهب الصحابة أي مذوين هذه الصحابة الشيخين أنت سيمين وقف لنا إن شاء الله إن اسمي الرأي ورابق حلالي وأنا ما يرجع إن شاء الله إن لك كافتومي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع رسولكم إن أمري ورواية كالودة إذا حديث جابر رسولكم إن أمري إن ورابق آن قلت سيد هي النبي اوغار ولا اوغار دا سوجي لا ما كوميديا قال نعم وركم ما حجيسه الامام احمد بن حنبل وفي لفظ سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ورسدي فقال مر هو سيد ويجعل فيه كبش مر اذا ساد المحرم من فيرسد ميلان سي واضحه حدي لن حج هيرن اما عمره هيرن ورابد دله
الان لو كفدر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلنا مساله اسماء قوت ماس اي دي لا راس يا مدر يا ايها الذين امنوا يعني في سوره المائده لا تقتلوا السيد وانتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم مرغزا الى امر لا يبلونكم الله بشيء من السيد تنال ويدق ورما حكم ليعلم الله ما يخاف بالغيب اياتك السيد القواد لاي يا رسول الله مريم الله ورابي جلد ما يلقف ذي ألين قال لقف ذي وري حديث قال الإمام أبي داود يوري إيه وأنا صحيح وعي علم صحيح ولم يكن هذا الإمام الألباني كتاب جل روي إرواء الغير في التخرج حديث سبيل يوم جودهان صحيح سنن أبي داود إن شاء الله أن تصل قدام الإمام رجعنا إن لك كاف تومضانا قولك إلهي يقول رسولك صلى الله عليه وسلم والكسن والوين ذن أي مدى المسلمين دون احترام أو نقدرينه دين تان إلهي نما يكو درد الرمي لان علمان إلهي نأيكو هذاني من أكبر كبائر ما يكون مذها أن تقولوا على الله ما لا تعلمون إن إلهي ولا أغوين أذكو شيء ميلو ميلو في لكو درر إيو ميلس كفعي سلو إيو ما إيه دين تما يبو إلهي يلا دين الله هو إلهي ما هك آمني نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب هنا جيسي أصحاب هنا جيسي إلا علم ذان إلا يوم هنا جيسي إن غاب كسي الله هذا ما يكلا الرأي علم ذا ولا لا أنا أرلا الرجال، لانك هذل أن أري غلط هان لموض لم شيء بنا. إن إن ويرو إلى فد هذا ولا لو مسألة سوى لوان غلط تير. أني هن نجده أني كجوا. ما يكلب بنا وإسل صفحات كميرو لسكار جو إن لحد ذكر لكن بأدلتها وحجتها الدليل هي حجة يوسع عرنته بقول الله وقول الرسول وإجماع الأمة صانة بهتو وتو علوك إن الله ينوال. أنا كقناعة أنا ما إلى رأي كنا كذا ولا كذا أنا صوبي لكن مثلا ورابك حلاله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبقول الصحابة ومذاهب الأمة يكي إد لأن يدوه قابين كويكر أول دوذكر ديار عنها إيد المحسنتين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.